السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. اسمحوا لنا على التاخير، لا غالب لظروف خاصه بالعمل. اليوم راح نتكلموا على نقطه مهمه جدا وموضوع مهم جدا. لماذا واتكنز يتم بيعه بينما نفس زميله، يعني في الفريق، في نفس الفريق، سعيد بن رحمة مازال باقي في النادي تاعو ولم يباع؟ سؤال مهم وموضوع مهم جدا جدا، راح نطرقوا العديد من النقاط المهمة، خاصة الأسباب، أسباب الموضوعية، أسباب المباشرة الغير مباشرة. أول شيء راح نتكلموا على كاين بعض الالتباس لبعض الناس اللي ما زالت ما تعرفش انه سعيد بن رحمه يتعامل مع شركه كبيره اللي عندها السمعه نتاعها في اوروبا وخاصه في انجلترا، هي اينيكس بور مانجمنت اللي تكلمنا عليها العديد من المرات، ما كناش نرجعوا لها، لكن نعطوا بعض النقاط فقط. ايضا قبل ما يذهب الى شركه اينيكس بور مانجمنت، سعيد بن رحمه كان الوكيل نتاعو وارسم ايجال اللي تكلمنا عليه سابقا وتطرقنا العديد من الامور، من بينها هذا ويرسام ايجار، شكون هذا ويرسام ايجار، شكون الشركه نتاعو، تكلمنا عليها في فيديوهات سابقه. ويرسام ايجار هذا هو اللي جابوه لانجلترا، هذه متفاهمين فيها. من بعدها سعيد بن رحمه انضم الى شركه اينيك سبور مانجمنت، شركه سبور اينيك، شركه سبور مانجمنت اللي صاحبها ويليام سالتوز والفريق نتاعو. راح نعطوكم كما راكم تشوفوا شكون هما المساهمين، وراح نخلوكم الرابط شكون هما المساهمين يعني بالاموال، المستثمرين، شكون اللي داخل في الشركه، والناس اللي استقالت واللي خرجت، وكل شيء كما تشوفوا فيه، وراح نخلوكم الرابط. ايضا كثر الحديث شكون وكيل بن رحمه، شكون وكيل بن رحمه، من هو، من هو، من هو. حنا نعطيكم حاجه لقيناها من موقع معروف وتويتر ايضا مع لناس مناصرين تاع ويست هام، حبيت المره هذه نبينها. يتكلموا على سعيد بن رحمه هو اللي تابع لشركه اينيكس بور مانجمنت ولاجون تاعو ويل سالتوس، هذا حسب المواقع المقربه لنادي ويست هام جدا، وايضا لمشجعين وسام اللي اكدوا باللي سعيد بن رحمه الوكيل نتاعو هو ويل سالتوس، هذا صاحب شركه اينيكس بور مانجمنت اللي ظهرت في سنه 2008 اللي اسسها ويل سالتوس. من بعدها راح نتكلموا على نقاط مهمه جدا واحصائيات مهمه جدا، راح اعطيكم موقع، الموقع هذا تلقوه في الرابط، هذا الموقع مهم جدا تعرفوا علاش واتكنز تباع وسعيد بن رحمه ما تباعش. حنا نعرفوا ان الدوري الانجليزي دوري قوي، هذه شيء مفروغ منه. ايضا طلب بكثره على راس الحربه، مهاجم راه عليه طلب كثير كثير، راس الحربه باش تفهموا عليه طلب كثير. ايضا نهضروا الحقائق، سعيد بن رحمه نحبوه وبالعاطفه احنا كجزائريين نتمناو له يمضي في نادي انجليزي معروف، ولا مهم يلعب في الدوري الانجليزي الاول ممتاز. ورسميا راح سعيد بن رحمه راح يخرج من النادي، هذا ما قلتش انا، مدرب نتاعو اللي اكد بانه سعيد بن رحمه واتكنز راحين يغادروا النادي، هذا الشيء قاله المدرب نتاعو. نعطيكم هذا الموقع راح نكتبه لكم في الرابط، تشوفوا احصائيات بن رحمه اللي اثرت عليه، يعني احصائيات اللي قادره تضره سلبيا، النقاط السلبيه اللي هي لازم يكون قوي فيها في الدوري الانجليزي الممتاز. هذه نقطه مهمه كان الناس ما تطرقولهاش وما تكلموش عليها، لكن هذه نقطه حساسه جدا. راس الحربه مطلوب في سوق الانتقالات بكثره، راس الحربه مطلوب جدا لانه كاين افتقار نوعا ما في الدوري الانجليزي لراس الحربه، باش نديروها في الحساب. والمواصفات كاين مواصفات ضعيف فيها سعيد بن رحمه، نعطيكم الحقائق، رغم انه سعيد بن رحمه يبقى جوهره، نجم كبير، لاعب موهوب، فنان، يعني توفر فيه مواصفات اللاعب الفنان،
النقائص اللي في سعيد بن رحمه اللي حسب نقاط القوه ونقاط الضعف. من الناحيه الدفاعيه ضعيف نوعا ما، سعيد بن رحمه عنده 8 نقاط من الناحيه الدفاعيه. اللعب الجماعي ايضا ضعيف عنده 9 نقاط. صفات القائد في الميدان ضعيف جدا عنده 6 نقاط. مراوغات فهو ممتاز 15 نقطة. الجانب التقني المهاري التكنيك ممتاز عنده 15 نقطة. نروحوا للاعب الآخر واتكينز هداف، هذا شيء مفروغ منه، هو بيتير راس حربة، قلت لكم مطلوب مطلوب. الناحية الدفاعية عنده 9 نقاط أحسن نوعا ما من سعيد بن رحمة اللي عنده 8. اللعب الجماعي عنده 12 نقطة أقوى من سعيد بن رحمة، سعيد بن رحمة عنده 9 نقاط، هذه نقاط مهمة جدا. صفات القائد عنده 8 نقاط بينما سعيد بن رحمة عنده 6 نقاط. واتكينز سجل 26 هدف وثلاث تمريرات حاسمة، هذا واتكينز. واتكينز سجل 26 هدف بينما سعيد بن رحمة سجل 17 هدف وتسع تمريرات حاسمة. هلا واش قلنا؟ قلنا الهداف راه مطلوب جدا، والصفات ولا الخصائص اللي بيتميز عليها واتكينز اللي مهمة مهمة، علاه ركزت على هذا؟ ما انا مركزت على اشياء اخرى مراوغات وكذا، لان هذه الصفات هي اللي تخليك الاندية تجري من وراك، خاصة البريمير ليج، خاصة البريمير ليج. نروحوا سعيد بن رحمه كما قلنا 17 هدف وتسع تمريرات حاسمة. هذه مواصفات اللي مطلوبة في البريمير ليج، لانه اقوى دوري في العالم هو البريمير ليج، حبة من حبة وكاره من كاره، هذه حقيقة. لو كان سعيد بن رحمه راح لاسبانيا ولا كذا كانوا يطلبوه، علاش؟ لانه ممكن يهتموا من الجانب المهاري التكنيك المراوغات، يهتموا هما بالاسبانيا بالشي هذا، وكان بن رحمه راح يروح بسهوله. نعاود نكرر، سعيد بن رحمه ما عندوش ماناجير ولا وكيل لا جزائري لا عربي، باش نتفاهموا. وكيل بن رحمه يعمل في شركه كبيره جدا ومعروفة وعند الاعتماد نتاعها في الاتحادية الإنجليزية اف ا، الاتحادية الإنجليزية تعترف بإينيكسبور مانجمنت، اللي يحب يبحث يبحث ما حتى مشكل. اذا شركة إينيكسبور مانجمنت شركة قوية، سعيد بن رحمة راح يغادر. نقطة اخرى، فوتبول لندن، فوتبول لندن هذا اللي كسروا لنا راسنا به، كاين حتى بعض الصحفيين اللي في الجزائر للاسف قلبوه مصدر. فوتبول لندن نعطيك منا حاجة بسيطة جدا بسيطة، فوتبول صحيفة فوتبول لندن هذه قالت أن بن رحمة مهتمة به تشيلسي بتاريخ 30 أوت 2020، هاك كما تشوفوا فيها بتاريخ 30 أوت 2020. نفس الصحيفة بعدها ذكرت في تاريخ 2 سبتمبر 2020 تؤكد اهتمام وسهام ببن رحمة، خاصة بعد بيع لاعب غرادي هذاك ولا اسمه لي وس بروميتش البيون، باعته وسطها. يعني نفس الصحيفه تذكر باللي خلاص هاي بن رحمه تشيلسي، بعدها بيومين ثلاث ايام تقول لك لا 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 في وسطها، هي تجيب من سكاي سبور وتجيب من ذوسان، اللي ذوسان انا ما فهمتش الناس اللي تهاجمها، ذوسان مانيش ندافع على ذوسان. ذوسان ذكرت صح سابقا انه تشيلسي عندها اهتمام ببن رحمه مثلها مثل الصحف الاخرى، انها هزت من مواقع جزائريه ولا من، لكن ذوسان ايضا ذكرت باللي واتكينز وسعيد بن رحمه محل اهتمام استون فيلا وراحين يبازيو عليهم، وبالفعل شريت استون فيلا شريت واتكينز، يعني صدق. بس ذوسان ولا ذا ميرور ولا ذا ديلي ولا سكاي سبور هذم كل عندهم ارقام هواتف مناجره وشركات معتمده، مش كلام هف فيه هف، مش كلام باش يخرطوا عليه بالناس، ولا كلام حقائق، يجيبوا من عندهم ارقام وكلاء معتمدين، ارقام شركات يتعاملوا مع شركات، ما يتعاملوش بالكلمه هف في هف. قضيه اهتمام تشيلسي، ربما يروح لتشيلسي لكن احتمال قليل جدا، خاصه بعد شراء كاي هافرتس. ايضا تشيلسي باغيه تشري زوز لاعبين حراسه المرمى اللي راه بدا يكثر عليها الكلام، ادوارد مندي هذاك اللاعب السنغالي يلعب في ايران، وايضا الى شرات ديلكان رايس وسط ميدان وسطها بنسبه 95 ولا 97% بن رحمه ما راحش يكون في تشيلسي الى شرات خاصه ديلكان رايس. اعتقفل الصفقات تاعها باحتمال لاعبين فقط تشيلسي اللي بقاولها، راهي شرات تقريبا فريق كامل، لاعبين اللي بقاولها
حارس المرمى ودير كان رايس، مازال ما تفهموا الا شراو دير كان رايس بنسبه اكثر من 96 77% ما راحش يكون في تشيلسي. الا ما شراوش دير كان رايس تبقى الاحتمالات وارده، والميركاتو مش غيبقى دائما العام كامل الميركاتو، ما بقاش ياسر في اواخر شهر سبتمبر راح يخلص الميركاتو، البريمير ليغ ما بقالوش ويبدا. احنا ما ناش نقولوا باللي بالرحمه، انا نقول لكم ونأكد ونعاود بالرحمه راح يغادر. تبقى الوجهه احتمال استون فيلا، احتمال نوعا ما ليدز، شيفيلد يونايتد قادر يدخل في الصفقه، ويست هام اللي رفض ما ناش على رفض قال على جال المبلغ اللي طلباته فريق برينتفورد، لكن قادر تتغير الامور تغير المعطيات ما ناش عارفين. لكن تشيلسي ممكن يدخل وممكن ما يدخلش في اللعبه، خاصه الى ما يدخلش في القضيه تاع بالرحمه، خاصه اذا شراو ديل كان رايز يعني خلاص تقولوا خلاص جبد ايده من الصفقه. مازال ما تقلقش سوق الانتقالات، هذا ميركاتو كلش وارد. نتمنى التوفيق لسعيد بالرحمه، ان شاء الله نشوفوه في نادي اللي يلعب مهم يلعب ويشارك، لكن الشيء الاكيد انه بالرحمه راه ماهوش يبقى في النادي تاعو، راح يلعب ان شاء الله في البريمير ليج. نتمنى كل التوفيق لسعيد بالرحمه وكل لاعبي المنتخب الوطني. في الاخير ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.